حقق نادي برشلونة فوزا كبيرا على حساب ريال سوسيداد مساء اليوم الأحد بستة أهداف لهدف واحد ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الأسباني الليغا. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبرتوب. ونجح أنطوان جريزمان في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة بعد مرور 37 دقيقة من بداية اللقاء بعد كرة عرضية أرضية من ألبا ليصوبها ديمبلي في جسد الحارس قبل أن تعود للمهاجم الفرنسي الذي سددها في الشباك بسهولة. وضعف سيرجينيو ديست من تقدم برشلونة في الدقيقة 43 بتسجيل الهدف الثاني، وعاد ديست للظهور مرة أخرى في الدقيقة 53 ليسجل ثاني أهدافه في اللقاء والثالث لبرشلونة، كما وضع ميسي بصمته في اللقاء بتسجيل الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 56، كما سجل ديمبلي الهدف الخامس بالدقيقة 72 بعد مجهود فردي كامل ليخترق الدفاع منطلقا من وسط الملعب قبل أن يسدد كرة أرضية في الشباك، كما سجل ميسي الهدف السادس في الدقيقة 89 من كرة أرضية في شباك سوسيداد معلنا سادس أهداف برشلونة. كما قلص أندير بارينيتشا من تقدم برشلونة بتسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 77 لتصبح النتيجة 6-1 بنهاية المباراة. وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 62 في وصافة ترتيب الليغا بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، ويأتي بالمركز الثالث ريال مدريد برصيد 60 نقطة، وتجمد رصيد سوسيداد عند النقطة 45 ليظل في المركز الخامس بجدول ترتيب البطولة الأسبانية. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.